ابعد عن المركز مسافه تلت ساعه. ربنا كرم الحمد لله، دخلت الكتاب في اول حياتي، وبعد كده درست في التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، وربنا كرم الحمد لله وحصلت على كليه في طنطا، وعشان كان لي هدف ان انا اوصل طموحي في مجال ذوي الاعاقه ان انا اقدر اتحدث عن مشاكلي. نقلت من طنطا، رحت القاهره، قعدت 4 سنين في جامعه الازهر، والحمد لله ربنا كرمني وقدرت ان انا اعمل حاجه كويسه جدا في الجامعه، ان احنا بدا في توعيه بمشاكل وبقضايا الاشخاص ذوي الاعاقه في التعليم، والحمد لله انا مبسوط، ويعني حاجه كويسه جدا ان شاء الله. وطبعا في اخر الحوار انا بحب اوجه رساله للشباب المصري، وعايز اقول لهم انا طائر كسر الزمان جناحه، واراد اخواني له ان يعجز، فابى وقال اطير معكم اخوتي، لو لم اسابقكم اكون لكم حايزا، ان لم احلق في الفضا حقيقه، ان لم اكن للطير يوما جاهزا، عقلي يفك اللس يوما يائسا، وساعزف الالحان لس العاجزا، يا عاهتي لن تستطيعي قتلنا، بل انت من تجعليني فائزا، طه الضرير حديث ايامه، تحكي جهادا لم يكن متحيزا، فلتحلموا يا نفسي هذا حقنا، ولتطلبوا العون الذي لن يحجز. شكرا.